ويكني سهى بردي ويكني قرمي حبيبي. سيبو هيك قد نصور هذي كانت المساحة الترابية بتاع اليوم. مش خالكم فك الصوت الشجي واللي جرأ يقول صوتي مش باهي، ما عندي ما نعمله. المهم يا سيدي، مش انا حطيت لكم سونداج، قلت لكم على شنو تحب نحكي وشنو تحب نوريكم شنو تحب نعمله. قلتوا لي ماذا بينا تعملنا توتو تاع مكياج هادئ باش نمشيو به للفاك، وذكرتوني في الفاك واجواء الفاك وامور الفاك من احسن الايامات اللي عشتهم في حياتي. هاتوا المكياج ونحكي لكم على الفاك. Alors, on va faire un truc très très simple, très frais, très jeune. Le fac. أول ما نبدأ ونبدأ بالأومي سالير. نمسح الساعة الشوائب العالقة ونفرش كل وجه. قريب توفالي. دعي فاك. ريحتها بينا برش. جادور. آي سيدي. نمسح. شنو عنا واحد في التراكل. Ou le secret d'une peau nzifa rahu un nettoyage. Peau secret nzifa. Le secret de ta peau nasia. Houa le nettoyage. Voilà. Taw yedholi dit tout tense. Mach ana najem nkemmel fi l'ibda'at nta kol nhar had. Lazemkom ta3mlou abonnement la chaîne YouTube nta3i w dit d'activer la cloche. Hadika rahu plus men 3ndkom. Kayn hadikom rabbi fa biha ma kaynch mach lazem. Sinon, vous me suivez sur les différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook. Hani mawjouda w int halou talqawni. Hadiya le maquillage tic-tac. Nabdaou b une crème hydratante. Hadi. Ala khatr wajhi chaif. W idha kan bach n3amel 3lih l'écran directement bach traw l'qchou li qa3da tatla. Falidha n3amlou chwaya crème hydratante. مش باش نحكي لكم على الفاك، مش باش نحكي لكم الفاك بالنسبة لي أنا كلمه الانفتاح والانحلال، مش الأخلاقي الانحلال من الاستعمار الأمي. ربي فضلها. أما ما نعرفش بور كل غيزان، يمكن حستني وليت أدولت دوما مشيت للفاك ما عادش تعملي كنترول صباح قبل ما نخرج تشوفني ماكيجة ولا منيش ماكيجة خاطر وليت ماكيجة. ما عادش فما هاك الكابتن تاع النساء. جو بونس الا رماركي لي انا كبرت، ساشون كو جي توجور ايتي انا ادولت هاكا ناخد قرارات وما عنديش هاك الفازيت الفريفتيت وهاكا الفازيت اللي بالسرقة. ديما نقول كلمتي وبعد نولي نبكي ديريكتومون. دونك الفاك وصحابي نتاع الفاك، ولي نعدي قاعدة في القهوة اللي مقابلة الفاك أكثر من نعدي نقرا، والدخول والخروج والرحلات الماكلة البرة. كنت نقرا في ليسي دومي بانسيون، نفطر في الليسي، نخرج من الدار نلقى سبيسيال نتاع الليسي توصلني الليسي، تروح بيا للدار نتعشى نفسلي الفاك الحرية. انا بتنفس حرية لا تقطعن. هاي بدات تكهر لي الي من غادي، دونك نسكت فمي تو. الوغ انسويت عندنا اكران. Donc, on a un écran. Surtout cette partie-là. Et on a un peu de choses. On devait faire des traces, des chambres. On fait l'idée. On va faire comme un lapche bougie. On va relaxer l'écran. On va faire la caste. On a un bébé cream terne. مع شوقتي العزيزة الغالية. دايوغ هذيا قصتي بديت معاها سانسيغمون من الفاك وانا نعمل فيها لتوا. اول ما بديت نعمل نتاع لوريال جو كوا ولا شكون نسيت اون مارك، ومن بعد اكتشفت هذي، ومن نهار اللي اكتشفتها ما نحيتهاش. شوفك الفريشور نخرج في الفريشور، انا بتنفس فريشور. نرجع لك الفاك وايامات الفاك. اكثر حاجه عجبتني في الفاك اللي انا وقت اللي دخلت نهار الاول الفاك نلقى صحابي اللي كانوا يقراو معايا في الليسي قبل بعام، اللي خاطر انا ديما عندي صحاب اكبر مني بعام ولا اكبر مني بعامين. دونك دخلت لك الفاك نلقاهم على كل لون يا كريمه يستناو فيا، قالوا لي رانا حضرنا لك التيران غير اجا بركه.
واول حاجه وراوني قهوه الفاك وليت من غادي بديت رحله الريفيزيون غادي والدنيا الكل غادي والجو غادي ما عليهم هكا الايامات باه يزيني من التحسر توا باش نجي نعمل شويه كونسيلر في 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 البوبيير نتاعي على خاطر مانيش باش نعمل دي كولور ياسر ناشتين اما او موا نحب لو روندو يقعد نهار كامل تاع 8 سوايع قرايه دونك سيت باليت دونك كي العاده باش نستعمل هاك الكونسيلر نتاع الباليت هذيا باش نعملو اكثر لهنا المره هذه خاطر نحب لي كولور يظهروا برشا فيكم باش نعملو حاجه غامقه يفو كي بويس سامبوزي قال الراجل توا باش نعملو اون باز على الهول العين كلها افيك سو بانسو ازي ازي هذا اي سيت كولور اما هذه لازم نحكي لكم عليها هي عندها برشا ملي ماخذتها نقول برشا معناها نتاع فما 3 سنين جاري هذيا سي لا مارك ار ديكو نتصور راهي مازالت tu as la possibilité avec ces petites palettes palpitées sarounites انك تكون وحدك تا بروبر باليت انا كل مره نشري لون من هذوما الالوان اللي انا نستعملهم ويعجبوني وهذايا نورمالمون على بوك كنت نشري فيها ب 7000 ولا ب 8000 نسيت قداش والله نسيت كومبليتمون اما كل مره نشري وحدها وعندي وحده هكا وحده هكا وحده هكا وتكون بهم باليت نتاعك كي توفى ما انت مش كيما باليت تخرين كي توفى لون نقعد نتغبن عليه خاطر ديما نعمل فيه كي توفى نعاود نشريها ونعمر باليت كامله سوف كان عمري ما عمرت باليت خاطرني ديما نشد في ثلاثة الوان نعبدهم والمعبود ربي لاني نكرههم ونمشي نستعمل حاجه اخرى مي توا ذكرتهم على خاطر قعدت نفركس في اون باز فاتحه نتاع لون تمشي مع كل شيء وحاجه فرشكه لقيت هذوما اللي كنت نستعملهم انا قبل وفيهم اللي يلمعوا فيهم اللي ما يلمعوش مي فريمون تحفه الفاز هذايا الوغ نعمل اللون هذايا على كامل البوبيير سي ان بيج في تريف روز نتعداو الباليت هذايا اي اون فا شوازيغ سيت كولور الفاتحه كيف كيف نزلنا ناقصين شويه فاتح وباش نعملوه في الوسط اي فينالمون لقيتوها قلتلكم تيك تاك خطوه ساك هذايا finalement je mets la palette Heavy Nude de Huda Beauty سألوني منين لا باليت نيود نتاع Huda Beauty منين نشري فيه ما شريتهاش من تونس فيك هي ما تتباعش في تونس باغ كونطخ عندي خالي ربي فضلهولي يعيش في امريكا وين يجي يقول لي فاطمه شنو تحب نقول له انزل على Huda Beauty وما ترحمنيش تيرمون جادور لي برودوي نتاعها وما نلقاش كيفاش نبدا العين بصيره والايد قصيره دونك هو يطلبني يقول لي وانا جاي وانا نقول له اسمع الهدى بيوتي اللي اي قطعه تعرض قرصيتا هدى بيوتي شريها لي ما قلقنيش هذا تعرف ما عندي منين نشري من تونس جو بروندر سيت كولور اللي اسمها تيكل 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 هذايا توا ما قعدت حتى شيء جوست باش ندخلو طريف كولور لهذا الكل عندنا في الباليت نتاع هدى بيوتي اون ملتيتود دو كولور يلمع مي جو في با لي يوتيليزي باش بعد ما تقولوليش كيفاش احنا نجمو نعوضوها بحاجه اخرى هاي هذه اون باليت نفس الباليت نتاع غوش الموجوده عندنا احنا في تونس باش ما نرجعش الامور مستحيله حتى هذوما راه تنجم تلقاهم سا بو ريسومبلي ا سا سا اما انا شتيتها حبيت نجرب الكولور هذيك خاطر جلادور دونك باش ناخذ واحده من يلمعوا هذوما جو في بروندر افتح واحده فيهم هذا اللي كاين دوري ابيض فاتح افيك ان بانسو كلا اللي هو هذا وباش نجي نعملو فك الطريف هذا باش ندخل شويه ضوء مقضي اي سي بون سي فيني هذا هو مكياج اليوم توا باش نعملو ان تري داي لاينر Alors, بالنسبة للتري داي لاينر، جينيرالمون أنا جو في ان تري داي لاينر على عين الكل، مي فيو كو قلنا احنا باش نعملو حاجة خفيفة، اون فا جوست فينيغ نهزو لو بوتي روكار من هوني هاك، تك،
اشترى العي. عطوا نشوفوا كيفاش نعملوا مع بعضنا افيك سو رفيق دربي الايلاينر العزيز هذا. اي اون فا فينير نقصوا او ماكسيموم الكونتيتي باش حتى كان نغلطوا غلطه تبدا تتصلح. نجبدوا العي ونجيو لهنا ونعملوا ان تري. نعملو ماسكارا من الفوق هكا هاو، نعملو ان بيتي رابيل دي كولور ملوطا ومن بعد نرجعو. دونك وينو الباسو نتاع قبيليكا اهو قدامي مريتوش باش ناخذ نفس لي كولور نتاع قبيله ونعاودو ملوطا. خذيت جوست لا كولور هادي عملتها من هوني وتو باش نعملو كطرف الضو اللي دخلناه بالباليت هادي ويني هادي باش نزيدوه من قدام هكا هاويز. وتو نجمو نعملو ماسكارا على رويحنا من لوطا. دونك كي العادة ما باليت بريفيري نتاع حوايجي اللي هي هادي le même principe que d'habitude, خط من اللوطا خط من الفوق نصورو هذايا le soit le V soit le rond تاع الحاجب من هنايا ومن بعد الفراغات نمليوهم comme si on est en train de dessiner cils à cils cils à cils. توا نعملو البلوش نتاعنا اللي هو سيت باليت فارمازي. اون فا بخوندر لا كولور روز هذي سيت كولور. اشنو قعدلي قعدلي نعملو شوية ايلايتر والغوج اليف ها اتونسيون. L'highlighter, j'ai opté pour cette palette. J'ai opté pour cette palette. Ma najemch nhelha lkom ala khatr qbar ma khallit fiha ma yethal. Ma najemch nqlbha tfatfat. Je vais prendre haja al rose fatha. Ok, ma namelch barcha bach ma tqoulolish khashmak wkha wznak. Aha, tchaycha. Ama rahou zaw la yerham. به الجوي ربيع والدنيا بديع عليه بالعكس. دونك ان بارلون دو كريون باش نستعمل الليب لاينر هذا نيميرو 222 بور ديسيني مي ليفر. واليوم باش نعمل حاجه جديده في فمي. دونك توا صورنا اون غومبليغ باغ نيمبورت لوكيل باسكو سي با لو بلوز امبورطون باش نوريكم علاش. جو في بخوندر يا فاتوما شنو هو يا فاتوما اي جو في بخوندر لو ار ديكو اللي نعملو مفسخين ونجمش نقولكم لوكيل ار ديكو. هذايا لي ليبستيك هذوما اللي هما يشبهو برشا لي ليبستيك نتاع سيفورا حتى في الباكاجينغ. الحاجه البيه اللي فيهم الالوان محليهم تري جولي ما يشيحو معناها ليميت انا بعد كيف يتقشر نولي خارج فيهم فيت 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 فيت. دونك سي با غراف خاطر مش تخليه وحده اليوم نرجع نعملو. فوالا اي جو في فينير دوني اون توش ياسر محليها اللي هي هذايا le gloss de Sephora. Je l'ai eu en cadeau من عند صاحبتي كي جات مراحة من فرنسا. C'est le numéro 2.
il est c'est un gloss mais فيه des petites paillettes باش نجي نحطو فوق اللون هذايا doucement. نعملو حاجة شوية فرشكة كيما لو مكياج كون شارش افير وكا كملنا تو نهز كرتابتي ونمشي نقرا يا حسرة الفاك ما نمشي وليش بكرتاب نمشي لابسة كما من الحاجات اللي تبدلوا في حياتي كي دخلت الفاك تعملوا سابوني على الشين يوتيوب متاعي و sur les différents réseaux sociaux تاعي فيسبوك و انستغرام ان شاء الله تكون عجبتكم و نالت رضاؤكم و اعجابكم و n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez en commentaire vos suggestions, vos challenges شنو تحبوا تشوفوا و انا هنا لتلبية رغباتكم je vous embrasse très très fort et à la prochaine